نعم أنا مع قرار هذا، لأنه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنه أنا أخطأت شو دخل عشيرتي في الموضوع كامل، فاللي أخطأه يقام مع إعادة يعني زي ما قلنا اللي هو نظام الحد اللي هو مثلا كان قتل أو شنقي، هذا لازم يرجع لأنه هذا تربية لبعض الناس، ولكم في القصاص حياة يولي الألباب. أكيد إحنا معها، ولأنه في بعض الجلوات العشائرية يعني فيها إيذاء لآخرين ما لهمش أطراف موضوع، حتى البنية الاجتماعية الآن بعد تطور الزمان ما عاد نعد للجد الخامس بسبب الظروف كمان الاقتصادية والاجتماعية. كمان أنا مع هاي القرارات، ومع كمان أبناء العشائر وشيوخ العشائر أنهم يكونوا أكثر تقبلا وتفهم لهذه القرارات، لأنها فيها راحة لبعض الآخرين ما لهم علاقة بأي طرف لا من قريب ولا من بعيد سواء اللي بربطهم بخامس جد. أنا في نظري أنه البعد لعائلة القاتل هي هدف أحيانا بيكون إنساني لعدم الرؤية وعدم الاحتكاك، وليس الجلوة بمعنى الجلوة أنه لازم يرحل من المنطقة، بس رحيله من المنطقة هي اختصار للشر واختصار للدم وعدم الاحتكاك المباشر بينه وبين عائلة المقتول. طبعا أكيد لازم يعني يكون في قرارات تحد من الجدوى العشائرية. هاي كويسة هاي القرارات، لأنه ما لهمش يعني القتل ما لهوش العشيرة كلها تتحمل مسؤوليته، بس هاي يا معا لأنه لازم تسود دولة القانون والمجتمع المدني، وصرنا بالقرن 21. أنا مش ضد العشائرية، بس معي يعني استقاء رؤية متطورة من التراث ومن الكذا بحيث تتلائم مع القانون وتحول إلى قانون.